دلوقتي بقى جه ميعادنا مع فقرة أخبار النادي الأهلي وفرقه الرياضية والأنشطة المختلفة، وهتنضم لنا طبعا دلوقتي من مقر النادي الأهلي بالجزيرة مراسلتنا العزيزة سالة حامد علشان تعرفنا بقى على كل الأمور والمستجدات الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم وأيضا الأنشطة الرياضية المختلفة وكمان الأجواء وأنشطة اللجان. صباح الخير عليك يا سالة. صباح الخير يا مريم، طبعا برحب بيكي. وخليني قبل اي حاجه اقول لك اكيد منوره برنامج 10 الصبح في الاهلي، وبالتوفيق طبعا في الخطوه المهمه دي. وطبعا برحب بيك زميلي كريم وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي طبعا في نهايه الاسبوع، وزي ما متعودين دايما طبعا من مقر النادي الاهلي بالجزيره هكون معاكم عشان اقول لكم كل الاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. وطبعا خليني ابتدي معاكم باخبار الفريق الاول لكره القدم تحت قياده مستر مارسيل كولر المدير الفني السويسري طبعا لفريق النادي الاهلي. ويمكن خليني اقول لكم انه طبعا زي ما كلنا عارفين اكيد الفريق حاليا في معسكر مغلق في النمسا، ويمكن بمناسبه طبعا يعني المعسكر المغلق ونادي الاهلي ان هو متواجد اكيد في النمسا استعدادا للموسم الجديد. بخصوص الموسم الجديد خليني اقول لكم انه طبيب النادي الاهلي الدكتور تامر ابو العنين كشف عن استراتيجيه العمل في الموسم الجديد. ويمكن اكد الدكتور تامر ابو العنين طبيب الفريق الاول لكره القدم طبعا يعني قبل أي حاجة إن هو عبر عن سعادته ويعني شعور بفخر شديد طبعا لانضمامه للجهاز الطبي للفريق الاول لكره القدم، وكمان العمل داخل منظومه النادي الاهلي والقلعه الحمراء. فيعني عبر عن سعادته الشديده والفخر الشديد ليه طبعا ان هو يعني اكيد بيشتغل مع الجهاز الطبي للفريق الاول لكره القدم. كمان كشف عن استراتيجيه العمل في الموسم الجديد ووضع يعني خطه عاجله للتطوير في الافراد والاجهزه الطبيه وكمان نظم العلاج والوقايه. يمكن كمان اتكلم عن يعني اكيد انه عمل او تم عمل يعني قياسات بدنيه وكمان ملفات خاصه لجميع لاعبي النادي الاهلي لكل لاعب وكل فرد في الفريق، وطبعا ده بالتاكيد يعني الاعتماد عليها في المستقبل كده. طبعا كله كان هدفه يا كريم وطبعا يا مريم هدفه هو التقليل يعني عدد الاصابات ومنع يعني اي اصابه او فرص الاصابات لجميع لاعبي النادي الاهلي في المستقبل، وطبعا بعد ما يرجعوا اكيد للمشاركه بشكل طبيعي في جميع المسابقات وتفادي الاصابات اكيد يعني بقدر الامكان. كمان يعني اكد في او يعني من ضمن الخطه بالنسبه للموسم الجديد اكد على جميع لاعبي النادي الاهلي الالتزام بالغذاء الصحي وكمان الالتزام بالنوم المبكر وبالتدريبات. وبالتاكيد يعني اهم حاجه هي انه اي لاعب يشعر بالاصابه او بوجود كمان الاصابه يعني انه يتجه للجهاز الطبي بشكل مباشر ويعني يعني يتكلم معاهم ويشتكي او يقول الشعور اللي بيحس بيه سواء بالاصابه او وجود يعني بعض الالام طبعا ده عشان يعني نتفادى الاصابات بقدر الامكان. كده كان بالنسبه للفريق الاول لكره القدم وطبعا استراتيجيه العمل بالنسبه للفريق الموسم الجديد. خليني بقى اروح يعني معاكم اكيد للخبر الثاني وبخصوص النادي الاهلي ان هو ارسل خطاب للاتحاد المصري لكره القدم. يمكن يعني امبارح النادي الاهلي ارسل للاتحاد المصري لكره القدم خطاب ويعني انتظر بموافاته بموعد السوبر المصري طبعا بطولة السوبر المصري. ويمكن زي ما احنا كلنا عارفين اكيد بطولة السوبر المصري بتقام سنويا يعني في مباراة او من مباراة واحدة ما بين بطل الدوري وبطل الكاس المصري يمكن او كاس مصر. يمكن طبعا يعني النادي الاهلي بعد ما خطر او بعد ما بعت خطاب يعني للاتحاد المصري لكرة القدم يعني اكد فيه ان هو ما عندوش مشكلة ان هو يشارك في بطولة السوبر المصري سواء يعني بنظامها الجديد او بعد ما يكون في تعديل في نظامها او هي تقام اكيد بالنظام الجديد يعني خلال الموسم القادم، ولكن يعني اكد فيه انه بشرط واحد انه البطوله دي تقام كتكملة لجميع البطولات أو جميع السنوات الماضية يعني كتكملة أو إن هي تكون يعني استمرارا للبطولات الموسم أو جميع السنوات الماضية وتكون كمان تحمل الرقم الذي يعني يلي الموسم الماضي تكون تكملة لجميع الألقاب الفترات القادمة. ده شرط النادي الأهلي الوحيد للمشاركة في بطولة السوبر. كمان يعني أكد على في خطاب على إنه يجب معرفة يعني جميع شروط البطولة وكمان تفاصيل حقوقها التسويقية وجوائز المالية الخاصة بالبطولة. ده بالنسبة لبطولة السوبر. بالنسبة لبطولات المستحدثة كمان أكد النادي الأهلي في البطولات المستحدثة أنه يعني الاتحاد المصري لكرة القدم
ان هو يبلغ النادي الاهلي يعني بشكل مبكر عن جميع التفاصيل الخاصه بجميع او بهذه البطولات المستحدثه الفتره القادمه، طبعا نظرا لصعوبه النادي الاهلي والازدحام الكروي الشديد اللي متواجد عند النادي الاهلي الموسم القادم، والصعوبه البالغه طبعا اللي عنده ان هو يشارك في اي بطوله جديده الفتره القادمه. يمكن زي ما عارفين ده طبعا النادي الاهلي يعني بيشارك في العديد من البطولات المحليه والقاريه، وكمان ان شاء الله هيشارك في بطوله الدوري الافريقي لكره القدم، البطوله الافريقيه الجديده ان شاء الله الفتره القادمه، فهيكون عنده ازدحام شديد في الموسم الكروي الجديد. فطبعا يعني انه اكيد الاتحاد المصري لكره القدم لازم يخسر النادي الاهلي بشكل مبكر عن اي بطوله جديده او تفاصيل يعني جميع هذه البطولات المستحدثه. ده بالنسبه للفريق الاول لكره القدم. خليني بقى اروح معاكم طبعا يا مريم وكريم يعني لجميع الالعاب الاخرى، ويمكن ابتدي معاكم باخبار الفريق الاول لكره اليد الرجال تحت قياده مستر ديفيد ديفيز المدير الفني الاسباني لفريقه لنادي الاهلي. ويمكن النهارده ان شاء الله عندهم تمرين من الساعه 4 للساعه 6 داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، استعدادا لانطلاق بدايه الموسم الجديد. وان شاء الله انطلاق الموسم الجديد هتكون مع بدايه بطوله الدوري العمومي لكره اليد الرجال. ان شاء الله بدايه الدوري يا مريم وكريم تكون بدايتها يوم 1/9 يعني اول يوم ان شاء الله في الشهر القادم شهر سبتمبر، وهتكون اول مباراه هتكون مع نادي الزهور الساعة 4 على نفس الصالة اللي بتمرن عليها جميع لاعبي النادي الأهلي، وهي صالة أمير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي. ده بالنسبة لرجال كرة اليد. بالنسبة لسيدات كرة اليد وطبعا تحت قيادة الكابتن محمد عادل زولا، النهاردة إن شاء الله هيكونوا في راحة سلبية من التدريبات، وبكرة هيرجعوا للتدريبات الجماعية استعدادا أيضا للموسم الجديد. ويمكن بالنسبة لسيدات كرة اليد الموسم الجديد هيكون بالنسبة لهم بداية مع البطولة الأفريقية لأبطال الدوري إن شاء الله اللي هتقام في الكونغو من يوم 26 لحد يوم 7 من شهر 10 القادم ان شاء الله شهر اكتوبر، والبطوله دي هتقام في الكونغو. ده بالنسبه لسيدات كره اليد. ولكن قبل المشاركه في البطوله الافريقيه هيكون في معسكر مغلق بالنسبه لسيدات كره اليد، وهيكون في الاسماعيليه، والتدريبات كلها هتكون من يوم 2 ليوم 7 شهر سبتمبر القادم. وده طبعا يعني جميع التدريبات دي هتكون على صاله هيئه قناه السويس بالاسماعيليه. كمان رجال كره السله تحت قياده طبعا مستر اوجاست بوش المدير الفني الاسباني لفريق النادي الاهلي. الفريق بيواصل تدريباته بشكل طبيعي، النهارده ان شاء الله هيكون في تدريب الساعه 6 بالنسبه للفريق، وطبعا ده هيكون بدون جميع اللعيبه الدوليين المتواجدين حاليا اكيد في منتخبنا الوطني المشاركه في بطوله كاس العالم للانديه اكيد المقامه في الفلبين. يمكن طبعا اللعيبه الدوليه المتواجده حاليا مع المنتخب يا مريم وكريم ايهاب امين، عمر طارق، عمرو الجندي، عمرو زهران، وكريم حاتم. يمكن جميع اللعيبه دي هترجع ان شاء الله يعني الشهر القادم وتنضم للفريق، عشان بعد كده الفريق باذن الله فريق كره السله هيسافر يوم 17 لسنغافوره المشاركه في بطوله انتر كونتيننتال او كاس العالم الانديه لكره السله، واللي هتقام يوم 21 ليوم 24 في سنغافوره. طبعا يعني النادي الاهلي بيشارك في البطوله دي كبطل لبطوله افريقيا او بطوله البال اللي كانت طبعا مقامه في رواندا، والنادي الاهلي حصل عليها يعني الموسم اللي فات. فده بالنسبه لكره السله. ويعني اخيرا بالنسبه لكره الطايره سواء سيدات او رجال، الفرقتين يعني بيواصلوا التدريبات بشكل طبيعي. يمكن النهارده ان شاء الله سيدات كره الطايره عندهم تدريب النهارده بالليل، ورجال كره الطايره يمكن عندهم تدريب النهارده، ويمكن بدا كمان من شويه من الساعه 10 للساعه 12، وبعد كده هيكون في تدريب من الساعه 1:30 للساعه 2:30 في حمامات السباحه. ده كله طبعا استعدادا للموسم الجديد وبدايه الموسم الجديد اللي هو ان شاء الله هيكون تقريبا في شهر 11 القادم، ودي هتكون البدايه مع بطوله الدوري العام لكره الطايره سواء سيدات او رجال. يمكن ده يعني سريعا يا مريم وكريم كانت كل اخبارنا المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. طبعا انا معاكي يا مريم لو في اي سؤال، ولا انا عاوده مره اخرى للاستوديو طبعا الكلمه ليكي يا مريم، تفضلي. شكرا ليكي جدا يا سالا، الحقيقه يعني تغطيه اكثر من رائعه.